والأستاذ لا يهان الأستاذ لا يهان يا وزير اسمع مزيان يا وزير اسمع مزيان وأنصافي اسمع مزيان أنصافي اسمع مزيان والأستاذ لا يهان الأستاذ لا يهان الجميع لا تهان الجميع لا تهان دكتور احمد بالحوس استاذ الطب الشرعي استاذ تعليم عالي كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد رئيس الجمعيه المغاربيه للطب الشرعي رئيس الجمعيه المغاربيه للطب الشرعي. هو القرار ديال التوقيف ديالنا اللي هو بالاضافه الى يعني التوقيف ديال الاجره والاحاله على المجلس التاديبي هو قرار اللي فاجئنا لان اولا لم تقترن فيه لا المسطره لا الاداريه ولا القانونيه، وثانيا السبب الحقيقي هو انه ماشي انا اخليت في التزامات مهنيه، وانما السبب الحقيقي هو الانشطه ديالي الثقافيه والعلميه والاكاديميه والنقابيه والجمعويه. انا رئيس الجمعيه المغاربيه للطب الشرعي، رئيس الجمعيه المغربيه للطب الشرعي، رئيس الجمعيه المغربيه للقانون الطبي، نائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية، عضو مجلس كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، عضو جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عضو المركز الإشفائي الجامعي ابن رشد، صاحب ومؤلف كتاب القانون الطبي الجوانب الأخلاقية للعلاقة بين الطبيب والمريض، ثم عضو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومسؤول عن لجنة التكوين المستمر في هذه الهيئة. إذن هذا ما أظن في اعتقادي الشخصي وهذا هو الإخلال بالالتزامات المهنية. وكذلك نظمت يعني أنا كنت هو رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي، وكنت رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي. أنا كنفهم هذا، أنا فهمت بأن هذا هو الإخلال بالالتزامات المهنية، وهذا هو الوسام اللي يعلقه المسؤولين على يعني مثل هاد الكفاءات ومثل هاد الطاقات. هما كيقولوا بانه انا كنساند الطلبه. انا كنعبر عليها الان بكل صراحه، انا اي حركه يعني غتدافع على التكوين الطبي العمومي وعلى الخدمه الصحيه العموميه غادي نكون من المناصرين ديالها. يعني هذا بعبارة طلبه يعني بالغين فايتين 18 عام، بالغين ما محتاجين لا الوصاية ولا وغير مسيسين، أساتذة كذلك غير مسيسين، طلبة كي ياخذوا القرار ديالهم وفق جموع عامة وبتصويت علني وأمام الملأ، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة. إذا خلونا من إلصاق فشل في إدارة هذا الملف شي شماعة جهة سياسية ولا شي حاجة، وللأسف الشديد يعني الناطق الرسمي للحكومه يعني صرح صراحه بان العدل والاحسان اللي وراء هاد الحركه الاحتجاجيه. اذا كانت العدل والاحسان وراء الحركه الاحتجاجيه ديال الاساتذه المتعاقدين والطلبه المهندسين وطلبه كليه الطب والصيدله وطلبه طب الاسنان وراء احداث الحسيمه وراء احداث جراده وراء كل شيء في المغرب، اذا خلوها تحكم وصافي. كل مواطن مغربي له الحق كما ينص بذلك الدستور ان يكون او ان ينخرط في حزب سياسي او في جهه سياسيه معترف بها قانونا، اذا هذا حق يكفله الدستور ولا يحق لاي واحد ان ينزع منه هذا الحق. اذا كانت حريه الراي او لراي اخر جريمه في المغرب، فاذا ما تكلموش على لا على الديمقراطيه ولا على شي حاجه في المغرب. الناس عندهم قناعات سياسيه ديالهم منذ ان بلغوا سن الرشد، منذ وصلوا 18 سنه هما عندهم قناعات ديالهم السياسيه ما كيوظفوهاش وما كيعلنوش عليها لا في المدرجات ولا في المستشفى ولا في الكليه
ولا في المراكز الإشفائية الجامعية، إنما يعلنون عنها ويصرفونها في الشارع السياسي. إذن كل واحد عنده قناعة ديالو السياسية، وما اللي عنده شي لحيرة ما كينكرهاش. هذه وقفة، هذه رسالة، لأن فيها تقريبا جميع الشرائح وجميع الفئات للتعبير عن التضامن وعن المساندة لثلاثة الأساتذة اللي هم مظلومين موقوفين، بدل ما نكرمهم لأنهم كلهم كفاءات علمية كبيرة جدا. المغرب راه فيها ثلاثة الأساتذة الأطباء الشرعيين في المغرب، حيدتوا الثلث، واحد مشى لكندا. وإذا هذا هو الرسالة، هذه الرسالة اللي غادي ترسلوها إن شاء الله الأجيال. واحد راه مشى لكندا، بقاو ثلاثة، حيدتوا دابا الثلث، بقاو الثلثين. مزيان، هذه رسالة يعني للأجيال الجاية إن شاء الله.